اهلا وسهلا بحضراتكم مع حلقه جديده من حلقات نظريه الموسيقى الحديثه، واللي بسجلها لقناه افتكاسات الفنون وقناه المايسترو محمد الفكهاني ومحدثكم محمد الفكهاني. اهلا بكم. اهلا وسهلا بكم مع سلم خماسي جديد، وهو السلم الاخير في المجموعه اللي كنا بداناها من 4 حلقات سابقه. سلمنا النهارده اسمه ايولري تونيك. نغماته دو مي بيكار سول بيكار سول دييز لا، ويقفل في الاخر بدو. هنلاحظ هنا سول سول دييز لا، الحركة هنا او الخطوات دي بيسموها نص تون كروماتي. طيب نسمعهم كده مع بعض، دو مي سول سول دييز لا، وبعدين يقفل في الاخر بدو. طيب ده بالنسبة لنغمات السلم بتاعنا. تعالوا نشوف السلم بتاعنا على الباترن هيكون عامل ازاي. السلم هيبدأ من نغمة دو، وبعدين يقفز الى نغمة مي بيكار، يعني 4 سيميتونز، 1 2 3 4، يجي هنا عند نغمة مي بيكار، بعدين يقفز الى نغمة سول، يعني 3 سيميتونز، بعدين يطلع خطوة كروماتية الى نغمة سول دييز اللي هي شارب، وبعدين خطوة اخرى الى نغمة لا، ويتبقى عندي في الآخر 3 سيميتونز. نسمع النغمات بتاعتنا كمان مرة. ده بالنسبة للباترن بتاعنا. تعالوا نشوف لو حبينا نقرأ القراءة العكسية، يعني نقرأه كده. لو قرأناه قراءة عكسية هيديني سلم اسمه جوري تونيك، وهو السلم اللي درسناه في الحلقة السابقة اللي كان السلم قبل الأخير. تعالوا نشوف القراءة هيكون ازاي. هيبدأ طبعا بنغمة دو، وبعدين هيمشي كده 3 سيميتونز، يبقى يطلع هنا من الدو إلى ري شارب، وبعدين 1 سيميتون او 1 سيميتون هينزل هنا الى مي، وبعدين 1 سيميتون كمان مرة يروح هنا الى فا، شوفوا هنا جاية ب3 تسميات ري مي فا، فجاية هنا دياتونية، لكن هنا ال3 خطوات دول او ال3 نغمات دول جايين هنا بحركة كروماتية. طبعا الناتج السمعي واحد، ولكن في المسميات هنا جاية هنا ري مي فا، لكن هي جاية سول سول دييز لا. طيب هيطلع بعد كده 3 سيميتونز، يبقى من الفا هيقفز هنا الى نغمة لا بيمول، ويتبقى الفور سيميتونز اللي في الاخر. تعالوا بقى نشوف الروتيشن، لو حبينا نعمل روتيشن للباترن بتاعنا. لو جينا بدأنا من نغمة مي وجبناها عند نغمة دو هيديني سلم اسمه جوري تونيك.
لو بدأنا من نغمة سول وجبناها هنا عندي نغمة دو هيديني سلم اسمه إيوليدي تونيك، هيديني سلم اسمه إيوليدي تونيك. لو بدأنا من نغمة سول دييز وجبناها هنا عند نغمة دو هيديني سلم اسمه دوبتي تونيك، والدوبتي تونيك ده كان أول سلم درسناه في المجموعة دي. بعد كده آخر روتيشن عندي من نغمة لا إلى نغمة دو هيديني سلم اسمه ريفي تونيك، هيديني سلم اسمه ريفي تونيك. والأربع سلالم دول مع السلم الرئيسي هيكونوا مجموعين في المودلز فاميلي بتاعتهم، وكل سلم من السلالم الخمسة دي هو مود للسلم الآخر. تعالوا بقى نشوف بعد كده الباترن بتاعنا والسلم بتاعنا من حيث التألفات البسيطة أو السيمبل كوردز اللي نقدر نستخدمها في الباترن بتاعنا. لو حبينا نعمل تآلف كبير هنقدر نعمل تآلف كبير من على نغمة دو، يعني نقول من الدو إلى المي إلى السول 4 سيميتونز 3 سيميتونز يديني تآلف كبير. يبقى أول تآلف كبير عندي أو التآلف الكبير اللي موجود عندي هيكون تآلف دو الكبير. طيب لو حبينا نعمل تآلف صغير، التآلف الصغير بتاعنا نقدر نعمله من على نغمة لا. لو روحنا من اللا إلى الدو 3 سيميتونز وبعدين من الدو إلى المي 4 سيميتونز يديني هنا تآلف صغير، يبقى أنا أقدر أعمل من على اللا تآلف صغير أو لا ماينر أو إيه ماينر. طيب بالنسبة للتآلف الزائد أقدر أعمل تآلف زائد منين؟ اقدر اعمل تآلف زائد من على السول ديز او من على الدو او من على المي، ما هو التلات نقاط دول يدوني تآلف زائد، يعني من على السول ديز اهو للدو او من الدو للمي او من المي للسول، فنقدر نعتبر ان احنا عندنا تآلف اوجمنتد من على سول ديز كده اهو، او من على دو او من على مي. طيب يبقى التألفات الثلاثية اللي موجودة معانا تآلف كبير من على نغمة الدو أو تآلف صغير من على نغمة لا أو تآلف زائد من على نغمة الدو أو تآلف زائد من على نغمة مي أو تآلف زائد من على نغمة لا بيمول اللي هي سول دييز، الناتج واحد. طيب ده بالنسبة للتألفات البسيطة. تعالوا بقى نشوف السلم بتاعنا من حيث التوازن. لو قسمنا السلم بتاعنا كده اهو وشفنا الجزء اليمين مع السيركت بتاعتنا في الجزء الشمال، هنلاقي ان الجزء اليمين مش زي الجزء الشمال، اذا سلمنا ليس بسلم متوازن، وهو ايضا ليس بسلم عميق، ولكن ينفع يتألف منه؟ طبعا ينفع يتألف منه، واحنا بالفعل كلفنا زملائنا اللي بيساعدونا في شرح نظرية الموسيقى الحديثة بعمل نماذج ارتجالية على هذا السلم. هنستمع الآن إلى نموذج ارتجالي من مجموعة الكومبو. معانا نموذج من آلة الكمان، ومعانا نموذج من آلة العود
نموذج آخر من آلة العود ارتجالي من آلة الناي في آخر الحلقة. أرجو تكونوا استفدتوا من السلم الخماسي الجديد بتاعنا، وما تنسوش تشتركوا في قناة افتكاسات الفنون وقناة المايسترو محمد الفكهاني، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وأيضا ما تنسوش شير ولايك لكل محبي دراسة الموسيقى ودراسة نظرية الموسيقى الحديثة، واشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية على خير. السلام عليكم.